في خضم الظروف الصعبة التي يمرون بها، يبدو أن النازحين حققوا رقماً قياسياً في قصص التهجير والمعاناة. الآلاف من العوائل تركوا منازلهم وذكرياتهم بحثاً عن الأمان هنا في مخيم بزيبس جنوب شرق الأنبار، ويبدو أن هذه الفئة المهمشة وجدت فرصة للاحتفال بانقطاع الكهرباء المستمر. أكو جوائز عالمية يسمونها جائزة جينيس. احنا حطمنا الرقم القياسي، حطمنا رقم قياسي بالتهجير، صار 11 سنة ما نعرف شنو الأسباب اللي تمنع عودتنا إلى ديارنا. إذا ما يريد يرجعونا يسقطون الجنسية العراقية ونكون لهم احنا ممنونين يسافرون لدول الخارج، حتى لو للصومال. تحت أشعة الشمس اللاهبة يجتمع النازحون في المخيمات للاحتفال بانقطاع التيار الكهربائي الذي حتى وإن تم تزويدهم به فإنه لا يغني ولا يسمن من جوع. يستغل الناس هنا هذه الفرصة للحصول على فيتامين دي المكتسب من الشمس. والله أساس مجهزينها بالكهرباء، قسم بالله حتى نتل ما تنتل الفولتية تغرمية، يعني على المبرد إذا شغلها خلي حارس عليها يرش لها مي بالبريج، قسم بالله العظيم يعني هاي مو وضعيه. وانتم تعرفون اللي تريدونه، نريد كهرباء، شبك كهرباء يعيدونها كلها صحيح، يعني بربك هذا يقدم ال 16 عائله. اي هذا يعني ما صايره هيك، يعني لازم اخلي حارس على المبرده حتى تنطيني هواء بارد، الواتر بوم ما يشغل. وفي هذا السياق أجرت قناة التغيير تحقيقا خاصا بين احدى النازحات ومدير الهجرة والمهجرين في الأنبار للاستفسار عن كيفية تعايش النازحين مع هذه الظروف غير المعتادة. والله الكهرباء مو زينة، حيل مو زينة، يعني نريد كهرباء بس هسه الماي لا متوفر عندنا الحمد لله والشكر، بس مولدات نريد يعني يعيدون لنا الكهرباء، يعني مو هذني محولات، يعني نريد من الله ومنكم ومن الحكومة ان توفر لنا هاي الشغلات. نعم. أستاذ مصطفى، بخصوص يعني وضعهم واقع النازحين اليوم من حيث تجهيزهم بالماء وأيضا من حيث تجهيزهم بالكهرباء، ما دور وزارة الهجرة والمهجرين بهذا الخصوص؟ الكهرباء حقيقة تزويد ساعات الكهرباء داخل العشوائيات جدا قليل، يجب أن يكون هناك فد أولوية أو فد أفضلية لهذه العوائل لأنها ليس لديها مولدات تدعم يعني مكان الكهرباء، يجب تزويد أو إضافة ساعات إضافية من توزيع الكهرباء في داخل العشوائيات لدعم هذه العوائل. طيب يعني تحدثنا عن مدى تنسيق وزارة الهجرة والمهجرين مع وزارة الكهرباء بهذا الخصوص. حقيقة هي مشكلة يعاني منها جميع الناس سواء كان داخل العشوائيات أو داخل المدن. نحن أيضا أنا واحد من المتكلمين أيضا في المدن، في بيتي أنا في الفلوجة التوزيع مال الكهرباء قليل جدا، هي مشكلة عامة، ولكن نتحدث عن موضوع خاص في النازحين يجب دعمهم بساعات إضافية لمساندتهم أيضا في موضوع. بالنسبة للتنسيق موجود، وبالنسبة لإيصال صوت هذه العوائل نحن بصفتنا وزارة الهجرة والمهجرين وزارة إنسانية وأيضا عن طريق السيدة معالي وزيرة الهجرة والمهجرين يتم مخاطبة وزارة الكهرباء ودوائر الكهرباء المحلية، السيد المحافظ أيضا وجه دائرة الكهرباء ودائرة الماء من أجل إغاثة هذه العوائل، وتم تشكيل خلية أزمة مؤخرا لهذا الغرض. إن شاء الله سيتم تحسين هذا الوضع تدريجيا حسب توفر الإمكانيات الخاصة بتوفير الكهرباء داخل المنطقة. بهذا المزيج من السخرية والواقع تتضح ملامح النازحين وقدرتهم على التكيف مع أصعب الظروف، مؤكدين أن الحياة تستمر رغم كل التحديات وأن الضحك هو أفضل وسيلة لمواجهة الصعاب. لكن إلى متى؟ 11 سنة مرت على أمل تحقيق حلمهم المنشود وهو عودتهم إلى ديارهم المحررة من الإرهاب. من الأنبار، أحمد فلاح، التغيير.